السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. برحب بكم بحلقة جديدة من بي ام بي سكسس ستوريز، ومع ضيفنا اليوم مع قصة نجاح جديدة باختبار البي ام بي مع البشمهندس هيثم السخني. وبنرحب في البشمهندس، تفضل. مرحبا، الله يعطيكم العافية والله يسعد مسا الجميع. الله يسلمك ويخليك. بس مهندس، يعني بحب بالبداية تقدم عن نفسك، بس يعني هيك بريفلي، انه الباك جراوند واهتمامك بالبي ام بي. انا اسمي هيثم السخني، معي بكالوريوس هندسة الكترونيكس. انا جديد بلشت اهتم بموضوع البي ام بي، لانه معظم الباك جراوند تبعتي او الاكسبيرينس تبعتي بالكواليتي. اشتغلت سنوات طويله، يعني حوالي 15 سنه بالكواليتي قبل ما اشتغل بالبروجكتس. ما شاء الله. حصلت الماستر اوف بزنس ادمنستريشن اللي هي اكاديميك، يعني مش ام بي اي الاكزيكتيف، اخذتها كاكاديميك. ما شاء الله. وبعد اهتم انا بموضوع الكواليتي سابقا، يعني بدات بالايزو ليد اوديتر تي كيو ام والجرين لين 6 سيجما جرين بيلت والبلاك بيلت. ما بس شاء الله. ريسنتلي اشتغلت بالشركه اللي انا شغال فيها، انتقلت على البروجكت مانجمنت، هي على البي ام او. حوالي من سنه اشتغلت بالبي ام او، فكونه يعني شخص بيشتغل بالبي ام او ما حتزبط معاه انه يكون شغال بدون ريفرنس او بدون ستاندرد. فهذا اللي بدا عندي موضوع اني اهتم اكون بي ام بي سيرتيفايد، خصوصا انه انا بشتغل مع مدراء مشاريع، ومدراء المشاريع انا بعمل عليهم كنترولينج او براقب الاداء تبعهم، وجزء كبير منهم سيرتيفايد. فعشان تكون على نفس الليفل ولما تتكلم بشكل علمي او بشكل منطقي لازم يكون في عندك ريفرنس، فهي الريفرنس اللي هي البي ام بي. فهذا السبب اللي خلاني اتوجه باتجاهها. ما شاء الله، يعني it is a typical case. خلينا نحكي والله باش مهندس، رائع رائع انه انت اجيت للسبب الصح على الشهادة الصح. يس، يعني وما انا شاء الله، يعني هلا انا شغال من 5 6 سنين على بالبروجكت، بس حقيقه انا مش بروجكت ك لا كونستراكشن ولا ادارتها. كنت انا من جهه اليوزر، ف كجهه اليوزر ما كان بتهمني البي ام بي، كان بيهمني انا اشياء ثانيه ك اي تي سيستمز، مع انه انا مش الباك جراوند تبعتي اي تي، ولكن انه كانت مشاريع عندنا ك دبليو ام اس ومشاريع ثانيه اي ار بي سيستمز. بس انه لما اشتغلت بالبي ام او كان لازم اني اتس ا ماست، يعني ما بزبط البي ام او ما تكون بي ام بي سيرتيفايد 100%. صحيح صحيح. فلا بالعكس، يعني بنقول برافو انه حضرتك شفتها في الوقت المناسب ودخلت على هذا الموضوع. الحمد لله. هو الآن يمكن سؤال تقليدي، انه يعني قديش اخذنا وقت عشان نحضر للشهادة؟ الآن عرفنا ليش انت رحت على البي ام بي، لكن كيف كان مشوارك بالتحضير؟ متى بدأت باشمهندس؟ انت متى اخذت الكورس عشان يكونوا بس الشباب بالصورة؟ انا اخذت الكورس نهاية ديسمبر 2019 جميل، معك استاذ احمد. هلا انا اهلا وسهلا. انا شغال بالبي ام او من فتره، فكنت انا موضوع البي ام بي مهتم فيها. حاولت اني ادرس سيلف ستدي، بصراحه كنت كل ما امسك البيم بوك او امسك الريتا اشوفه كتاب كبير. فحتى يعني رجعت لاكثر من ريفرنس، من ضمنهم اخوي، يعني اخوي له سنوات معه البي ام بي تمام، ما شاء فحاولت الله. اني ارجع لهاي الريفرنسز ما زبطت، يعني مع انه انا كثير شهادات بلشت فيها كسيلف ستدي. البي ام بي ما زبطت معي، حسيت الكتاب كبير، حسيت ماتيريال كبير صعبه او كبيره يعني. فلما بدات صحت لنا فرصه انه نحضر محاضره، وكان موعدها جدا مناسب من خلال نقابه المهندسين ومع الاستاذ احمد المسلمي، فحضرناها وكان في معي اصدقاء يعني، فكانت مشجعه الموضوع انه نحضرها. فحضرناها بصراحة، كانت خلينا نحكي نقطة تحول بالنسبة لي، لأنه كانت فعلاً أنه أنا فهمت الماتيريال. هلأ ممكن وقتها لو قدمت الامتحان ما تزبط أكيد، يعني لازم بدأ تحضير، بس أنا فهمت الماتيريال عن جد، وفهمت كيف أدرس، فهمت وين أركز، فكانت فعلياً نقطة تحول. هلأ بعد ما أخذتها خلصناها بنهاية 12 تقريباً، رجعت على البيمبوك، قرأت البيمبوك كامل خلال شهر يناير تمام. بعدها بدأت بريتا، قرأت ريتا كامل. شوف أنا مشيت بالمسار الأكاديمي أكثر من أنه أمشي بمسار الأسئلة والكذا. فقرأت بيمبوك كامل، قرأت الستاندرد حتى، مش بس البيمبوك جايد، رحت على الستاندرد قرأته.
رحت على ريتا قرأتها، كتاب ريتا قرأته. بعدها اجت شغلة كورونا والعزل والحجر والموضوع بالشغل تعطل. هلا انا شغال بمجال غذائي، فاحنا ما عطلنا، بالعكس الشغل كان عندنا اكثر. فتوقفت فترة اني ادرس لانه كان عندنا حجم الشغل عالي، ما قدرت اني اركز فيها. تمام، عجيب. عاد الناس الحجر يعني كان فرصه مناسبه لهم انهم يدرسوا. صحيح. لا انا شغال بشركه، بالعكس صار شغال بشركه غذائيه، فكان الضغط عندنا عالي. يعني احنا ما عطلنا ولا يوم، بالعكس احنا كانت لما الناس عطلت احنا اشتغلنا. فضليت متعطل تقريبا من مارس لنهايه مي لعيد الفطر. تمام، وقفت عن الموضوع. رجعت مره ثانيه بعد عيد الفطر، رجعت مرة تانية قرأت البين بوك. تركت شهرين يعني تقريبا. يس، قرأت البين بوك كمان مرة، وبنفس الوقت بالتوازي قرأت ريتا. كنت أني أقرأ سكشن من البين بوك وأروح مباشرة على ريتا أعمل سكيمينج. لا، البين بوك أقرأه كامل، ريتا أعمل سكيمينج، وليس أني أقرأ قراءة ديتيل. نعم، شابتر من هون شابتر من هون. صحيح، مش شابتر حتى، سكشن كنت أروح. سكشن، واو، سكشن باي سكشن. يس، يعني تمام، بشكل دقيق. يس، آه فعليا انه بشكل دقيق. تا حصلت خلاص، انا كنت شعرت انه انا متمكن من الماده، واوفر ستاديينج بصراحه حسيت انه اذا بضل انا استمر بالماده حكسب معلومات يمكن ما حتفيدي بالبي ام بي، بس وقت كثير طويل حيكون. فمباشره توجهت على موضوع حل الاسئله، حصلتها من النت، قعدت ادور يعني وين في سورسز، شفت انا وين ريكومنديشنز تبعت الناس على الماتيريال. طبعا انها ما تكون كمان تكون كوست، يعني في كثير ماتيريال بتحصلها ولكن تكلفتها شويه حتكون مرتفعه. نعم. وكنت انا طبعا من زمان حاجز، من مي لما قررت انا بعد العيد الفطر قررت اني امتحن، حجزت امتحاني كان ب 29 اوغست، بس بعدها لغت الامتحانات بالمراكز وصار اونلاين، فحجزت مباشره 28 اوغست. كان اقرب موعد يكون موعد يعني يكون ما يكون الفجر ولا بالليل، يكون موعد مناسب يعني سوتبل بالنسبه لي. نعم، حجزت الموعد وربنا يسرها. يعني قعدت تقريبا برضو اسبوعين او ثلاثه احل اسئله، طبعا ضمن نطاق الوقت المتوفر معي بشغلي. تمام، فحليت جزء من الاسئله، يعني حليت عدد لا باس فيه وربنا يسرها الحمد لله، دخلنا على الامتحان ونجحنا الحمد لله. هل ساعد شوي work from home ولا ما كان في شغل من البيت؟ مع الشغل نفسه يعني عندي؟ انه مثلا هل كان شغلك من البيت في هاي الفترة اللي كنت تدرس فيها ولا كان دوام رسمي؟ كان شغلي فيزيكلي، انا كنا نداوم بالمكتب. بالتالي يعني ما كتير ساعدتنا هاي الشغلة. لا ابدا. تمام. الآن أستاذي، لما أنت اخترت الاختبار كان في فيتشر تبعت اللغة العربية، فما بعرف هل اخترت أنه يكون اختبار بالعربي أم باللغة الإنجليزية؟ هلا صراحة أنا ما كنت بعرف أنه عن موضوع العربي إلا بعد ما أنا حجزت الامتحان. تمام، ممكن كانت it's a good option يعني، أو بيعطيك good chance أنه أنت بتفهم بعض الكلمات، لأنه نعم. يعني قد ما كان الواحد familiar باللغة الإنجليزية إلا ما يكون في عنده gap. تمام، بنضل مش native. صحيح صحيح صحيح. تمام، فأنا يعني حتى أنا قبل ما أمتحن البي أم بي بسنة قدمت الآيلتس وحصلت 8 آيلتس أكاديميك. تمام، بس مع هيك واجهت بعض المشاكل، بعض الكلمات ما كنت بفهمها بالبي ام بي. فلو كنت بعرف عن الأوبشن تبع الإنجليش أو تبع العربي كان ممكن توجهت، كان ممكن يعني ما بعرف كان قد قرار ولا لا، بس it's a good option. It's a good idea. يعني لسه الآن كنا بنناقش اليوم، سجلنا قصة نجاح رقم أظن يمكن 85 أو 87. برضو كان الشاب عماله بتكلم باش مهندس هاني بتكلم عن أوبشن اللغة العربية، مع أنه في شوية يعني تحفظ له على الترجمة وعلى جودة الترجمة، فيعني كل شيء له محاسنه وما مساوئه. هلأ أنا الناس اللي معي شفتهم أنه بيحكوا أنه بتقدر تأخذها ك يعني لغة مساعدة، وضلك معظم وقت الامتحان باللغة الإنجليزية لأنك تواجه مشكلة. بس حقيقة أنا ما بعرف تفاصيل. غير شوية PMI كانت بالزمنات بشمهندس إنه شو ما تختار لغة مساعدة يظهر السؤال بداية باللغة الإنجليزية. الآن الجديد سموها main language، فبالتالي إذا اخترت اللغة العربية حيظهر لك السؤال أصلاً باللغة العربية. ما لم أنت تعمل translate وتشوفه بالإنجليزي،
وطبعا حتاخذ وقت هاي شغله السويتش، او يعني انه على الاقل بدك تعمل كليك على عدد الاسئله يعني 200 مره مثلا. صحيح. فتحضيرنا للاختبار، درست البين بوك اكثر من مره، درست ريتا، حليت اسئله من ريتا بنهايه الشباتر، وحليت اسئله اونلاين كسيميوليترز. صحيح. الان هل كان من يعني اول شيء قديش حسيت انه السلايدز اللي هي تبعت الكتيب تبع الكورس قديش كان مساعد، او قديش كان يعني مصدر بتعتمد عليه انت بالمعلومات؟ هلا حقيقة أنا كانت عندي السلايدز، أنا كنت يعني أنا أذكر وقت الكورس إنه كان في بعض التركيز على بعض السلايدز أنت كنت حكيت لنا عنها، إنه هاي يس كنت أنا أخذ نوتس وأنت كنت تحكي لنا إنه هاي مش موجود معك، سواء كان بريتا أو ما كانت موجودة بالبيم بوك، فأنا كنت حاط عليهم مارك. فوقت التحضير كنت يس رجعت لهم، هلا لا تحضرني الذاكره شو هم السلايدز، بس انا رجعت لهم وقتها وشفت. طبعا طبعا مع ناخذ انتو كونسيدريشن انه في بعض المواد ما كانت موجوده بالبيم بوك، يعني مثل الايرن فاليو او كذا شرحها كان بالاكزامبلز تمام. ممكن ايرن فاليو مش بتذكر شو الماتيريال، بس كان في بعض الاشياء ما كانت مذكوره بشكل مش بالتفصيل بالبيم بوك يس. نعم. كنت انا رجعت لها، يعني ما بحكي لك انه بالتفاصيل، بس رجعت لسلايدز معينه انا كنت حاط عليها مارك. تمام، ممتاز جدا. الان كان في شيء يمكن بتذكر تكلمنا عنه اللي هو دور او الرولز اوف ذا بروجكت مانجر، او بالضبط بالضبط اسمهم تاسكس، بروجكت مانجر تاسك بي ام تاسكس، اللي هم اي ثينك 60 وحده. ما بعرف هدول هل كانوا من ضمن اجندتك بالتحضير باشمهندس، هل مريت عليهم اللي هو ايش ادوار البروجكت مانجر؟ والله انه بريبير ذا تشارتر مثلا او زي هيك. هلا حقيقه انا هاي الماتيريال بالذات انا كنت معتمد كثير فيها على البيم بوك تمام، لانه يعني انا اثناء ما كنت انا يعني عشان ما اشتت نفسي اثناء التريننج كورس كنت انا حاط على كل سلايد، يمكن لو افرجيك الكتاب حتشوف على كل سلايد كنت اكتب عليه نوت انه هل هو موجود بالبيم بوك او مش موجود. فاذا كان موجود خلاص انا ما كنت ارجع له، لانه خلاص يعني ما بدي انا اعمل دوبليكيشن نفس المعلومه او ريدندنسي بالشغله، الوقت ما حيكون كافي معي. ما شاء الله. فكنت انا ارجع للسلايدز اللي ما كانت موجوده او اللي انا كنت من كلامك. انا طبعا انا لما دخلت على التريننج كورس ما كنت عمري قرات البيم بوك او ريتا او كذا، كل مره كنت بحاول اقرا ما كنت يعني ما قلبي ما كان يطوعني اني اقرا وحسه كبير. فاثناء المحاضره كنت احط عليها نوتس انه يس ارجع لها او انه لا خلص موجوده بالبين بوك. فهاي الموضوع البروجكت مانجر تاسكس كانت موجوده بالبين بوك اسفاره زي يعني متذكر هيك انا وقتها. ممتاز، ممتاز جدا، يعني ضمن قراءتك للبين بوك. صحيح. الآن يوم الاختبار باشمهندس، أنت أخذت موعد يكون مناسب إلك عشان شغلك وهيك، فكيف كانت تجربة الاختبار المنزلي؟ هلا أنا هذا مش أول اختبار بأخذه أونلاين، يعني أنا لما امتحنت لما أخذت السكس سيجما، لين سكس سيجما أخذت الجرين بيلت والبلاك بيلت أخذتهم أونلاين للبيت تمام؟ ما شاء الله، والله برافو يس. عليك، قلائل الناس اللي بيحملوا هاي الشهادة يعني للمشاهدين. فهي مش ما كانت من خلال بيرسون، كانت من خلال بروكتر يو تمام؟ فشوية متعود على التحضير للأونلاين إكزامز من البيت. بس الموضوع البين بوك مشكلته انه كان المواعيد كانت شويه مش مناسبه، يعني انا اخذت الموعد الساعه 4، انا بصراحه مواعيد الساعه 4 انا ما بحبها، او 4 و5 و6 المسائيه، لانه حتصحى من الصبح بكير، يومك كله حيضل انتظار، حترهق لو ما اشتغلت شيء. يعني انا يوم الصبح صحيت وما عملت شيء، بس بضل وقت الانتظار ارهاق بالنسبه للشخص تمام. اخذته يوم جمعه طبعا، انا ما اخذته يوم عمل، فقد ما كان حيكون شوي حيستهلك من طاقتك ومن تفكيرك تمام. فيعني انا بنصح اي شخص بده ياخذ امتحان اونلاين او من البيت يكون صباحي، يعني صباحي بعد الساعه 9 مثلا، ما حياخذه 6 و5 لانه ما حينام بالليل. 9 مناسب جدا، 10 مناسب، ممكن لحد 12 مناسب. انا اخذته الساعه 4، هذا كان متوفر، وكنت حسب حساب انه يعني ما يضيع علي صلوات كمان، يعني انه الاربعة هاخذ بريك الساعه 6 6 ونص بكون ادى المغرب، بصلي المغرب اللي ممتاز ممتاز، يعني انت مرتب الامور ما شاء الله.
بخصوص الامتحان نفسه بصراحة شوية أرهقني بموضوع قد ما أنا سمعت من الناس طبعا أنه بيرسون شديدين، لازم يكون عندك أكثر من خيار للإنترنت، بتخاف أنه يقطع معك، إذا فصل الإنترنت حتواجه مشاكل، حيلغي امتحانك، إذا قطعت الكهرباء وراحت الإنارة أو كذا وكذا. فكثير كانت الناس تحكي عن تفاصيل أنا ما شفتها بالامتحان صراحة. بدأت الامتحان الحمد لله، كنت حاط أكثر من سورس إنترنت تمام. والله برافو. بدأت جهزت حالي قبل الامتحان بنص ساعة، دخلت وعملت لوجن ورتبت أموري. كنت متوقع أنه بس الباسبورت اللي هو أكسبتبل من امتحانات السابقة بالشهادات الثانية، ففعلا كان هو الباسبورت أو الدرايفنج لايسنس. طبعا الباسبورت كان مناسب، حجزنا أو عملت لوجن، دخلت على الامتحان. من لما بدأت الامتحان كانت أعصابي هادية، يعني أولها كنت بكون واحد طبعا قد ما كان، إلا ما يكون واحد في عنده شوية نيرفس أو تنشن، بس مجرد ما بدأ أول سؤال ثاني سؤال ببلش الواحد يتقبل الموضوع. تفاجأت أنه السؤال 89 في بريك، أنا كنت أتوقع أنه البريك أنا بختاره. طبعا هذا خطأ مني، أنه أنا لازم قرأت أكثر على النت أو بحثت أكثر بموضوع الامتحان، كيف هو، شو الفورمات تبعه، كيف أنا ما كنت بصراحة، كان تركيزي بكل وقت فراغي اللي أستغل وقت فراغي للدراسة أو للأسئلة، وهذا طبعا خطأ جداً. يعني هو هذا إنك تعرف الفورمات. هذا اللي أنت الآن حضرتك راح تفيد فيه الآخرين لما يطلعوا على قصة النجاح هذه، إن شاء الله حتصير الأمور واضحة جدا بالنسبة لهم ومتوقعة إن شاء الله. الله يعني فالشخص بيجهز نفسه، يعني أنت عندما تدخل على الامتحان يعني زي ما بيحكوا فهم السؤال نصف الإجابة، فإذا أنت كنت عارف كيف الفورمات تبع الامتحان وكيف الترتيب تبعه بصراحة بيهدي على الشخص. يعني أنا كنت بحكي لك متوقع البريك مثلا 200 سؤال، ويمكن على 100 سؤال أو أنا بختار متى. هلا أنا تفاجأت إنه على السؤال 89 إنه قدامي أوبشن، إما بروح بريك 10 مينتس أو إنه خلاص تمام. فهذا الشيء أزعجني بصراحة، إنه كانت الساعة يمكن 6 إلا ربع، وكان وقت الصلاة 6 وربع بنفس الوقت، يعني ما كنت بدي البريك بهاي الفترة تمام. هاي أول نقطة ضايق على وقت الصلاة يعني. نعم صحيح، لأنه بصراحة المغرب شوية وقتها أنت عارف كيف قصير. نعم تمام. يعني حتى أنا لما خلصت الامتحان عملت سبميت، ما طلعت النتيجة فورا، مباشر قمت صليت. يعني أول ما كبرت تكبيرة الإحرام أذن العشاء، فعليا أذن العشاء بعد ما كبرت تكبيرة الإحرام. نعم تمام. فهاي الوقت تبع إن شاء الله نسأل الله القبول. فبالامتحان كمان خطأ تاني أنا عملته، طبعا هاي لو الواحد كان عامل شوية ريسيرش ممكن كان رتب أموره أحسن، انه وقت الامتحان في موضوع الفلاج، انه انت اي سؤال بتشك فيه او بدك ترجع له تحط عليه فلاج. فانا بالبارت الاول حطيت فلاج يمكن على 20 سؤال، فلما كثير بصراحه لما رجعت ارجع لهم، ومع اني انا متاكد من جزء كبير من اجابتهم او على الاقل هذا الموجود عندي، يعني سواء متاكد او اني ما حقدر ارجع لمعلومه ثانيه، بصراحه 20 سؤال كان رقم كبير. لما رجعت لهم بلشت امل تمام. فالافضل انه تعطيه وقته تمام. اخذت البريك، اول البريك الاول 5 دقائق، شربت فنجان قهوه ورجعت كملت. فبالجزء الثاني تعلمت هذا الخطا، ما 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 ما, ما عملت فلاجز على كثير اسئله، فقط الاسئله اللي انا فعلا لازم ارجع لها تمام. ممتاز. واجهتني بعض المشاكل بالجزء الثاني، انه انا فصل معي الامتحان كامل وحكى لي يو هاف تو ريسكيدجول، عملت باك وكملت عملت لهم كونتاكت مباشره، كملت معي البروكتور ما حكت لي شيء، بعتقد انه كانت بنت انا ما كنت شايفها بس من الاسم يعني، فكملت معي ما حكت اي شيء، لانه انا ما كان عندي اي شيء يثير الشك بالامتحان يعني. مشكله ثانيه واجهتها بالامتحان انه الوايت بورد، انا ما كنت يعني طبعا هو مو صعب الوايت بورد، بس انه مش فاميليار معه، انه مثلا لما اشتغلت عليه ما كان بيعمل هايد، عملت له ريكول طلع قدامي بس ما عم بيعمل هايد، بكبس على الاكس ما عم بيروح معي سيمبلي. يعني كنت ازيحه كل سؤال، اعمل احمل بالماوس الوايت بورد ازيحه اجاوب ارجعه لما احتاجه، بس يعني بسهوله يعني. في البعض ذكروا هاي المشكله باش مهندس، يعني you are not the first one to talk about. صحيح صحيح، ممكن انه مشكله من عندهم من بيرسون. فهاي النقاط، أما كامتحان نفسه كان سلس الحمد لله، الأسئلة ما كانت
بالمستوى السهل فعلياً. أنا بعتقد أنه حوالي 75% من الأسئلة جتني situational، ما كان إشي يجيني direct، أو على الأقل أنا هيك كنت مستوعب الموضوع. أها لا أعتقد أنه معك حق، صحيح معظم الأسئلة تمام situational، صحيح صحيح الحمد لله. إن شاء الله نكون يعني مش أنه أنا مستوعب الموضوع هيك. حسيت أنه الأسئلة بتركز على knowledge معينة، على موضوع معين. احنا طبعا ما حنذكر سؤال بعينه الان يعني المحافظة على الكوبي رايت وسريه الاسئله، لكن بشكل عام نتكلم انه والله في اريا معينه كان في عليها تركيز او هيك. هلا فعليا الانتجريشن كان في عليه تركيز جيد تمام. متوقع يس كانتجريشن ريسك اجاني، يعني كان يجيني بعض اسئله الريسك كانت يعني حسيت انه عدد الاسئله بالريسك ما كان قليل تمام. بس اكثر شيء الانتجريشن فعليا. ستيك هولدرز يس اجاني اكثر من سؤال، يعني عدد وليس أكتر، عدد من الاسئله على ستيك هولدرز او ستيك هولدر نولج اريا ما كانوا بسيطات تمام، والباقي ممتاز. موزع. نعم ممتاز. يعني أسئلة الكالكوليشنز ما يعني شيء صعب، يعني بصراحة ما كانت تحتاج حتى كالكوليتر، كانت الأمور ستريت فورورد. يعني أكم من سؤال يعني بنعده على الأصابع تقريبا أنه أسئلة الكالكوليشن يعني. يس. و يعني موضوع التشينج باش مهندس أجا فيه كتير أسئلة change request ولا change management change control. يعني انا حكيت عن integration يعني من ضمنها التشينج كيس التشينج والconfiguration يس جاني عليهم عدد لا باس فيه من الاسئله. يعني حتى انا لما كنت الاسئله كنت حاط عليها فلاج، بعتقد انه جزء كبير منها الماجوريتي كانت على التشينج. نعم هذول شوي بحيروا لما يكون situational فعليا. اذا كان واحد مو مر عليه situation حيتغلب شوي. تمام. كانوا الاختبار أصعب ولا السيميليتر أصعب؟ بصراحة يعني أنا الأسئلة اللي جتني بالاختبار فعلياً ما كان لها أي ارتباط بالسيميوليشنز اللي أنا أخذتها. يعني ممكن بالمئتين سؤال لا ما أبداً. يعني أنا إجاني مثلاً ممكن ثلاث أربع أسئلة فعلياً بالنص إجتني من سيميوليترز بالنص بالرقم نفس. تمام برافو. يس وانا استغربت هاي النقطه بصراحه. والباقي طبعا هذا ثلاث اربع اسئله فقط يمكن او خمسه ماكسيمم، والباقي نعم. انا ما شفتهم يعني مع اني انا حليت عدد كبير من الاسئله من اكثر من ريفرنس ما شفت زيهم. سيتويشنال مختلف كامل. اذا ما كنت نعم. فاهم يعني، وهاي شغله اسعفتني انه انا كنت قارئ البلين بوك اكثر من مره وقارئ ريتا وشايف تمام. والاسئله اللي كنت بعت لنا اياها حضرتك على الجروب الواتساب بصراحه كان فيها كثير اسئله يس الديلي كويشن، كانت فيها كثير اسئله سيتويشنال فكانت تساعد كواحد كيف يفكر. بالضبط. هي يعني ما توقع انك تشوف نفس النص، لكن توقع انه تساعدك بتكوين اللوجيك للتفكير صحيح الاختبار. ف يعني هذا فعليا الهدف، ساعدتني هاي هذا الهدف منها. ممتاز ممتاز جدا. خلصت الاختبار بقديش الوقت باش مهندس؟ هلا انا لما خلصت الاختبار وكان بدي ابلش اعمل مراجعه للفلاج اللي اسئله حط عليها فلاج، كان طايل معي بالامتحان 80 بلس شيء 80 دقيقه ما شاء الله. يس يعني عامل ريكورد تايم ما شاء الله مش مهندس. يس يعني كان معي جزء. وطبعا هذا الشيء كمان ما بعتقد انه صحيح لانه ارهقني بصراحه. ارهقني كيف يعني انا لما بلشت اراجع الاسئله عليها، طبعا انا عم بحكي هذا الكلام عشان الناس اذا حابه تستفيد من الاكسبيرينس اللي كانت قدامي انا اكيد، وكل واحد طبعا وطريقته كل شيخ له طريقه يعني. هذا الهدف. انا لما امتحنت يعني فعليا كان ضايل معي شيء 80 دقيقه للاسئله. طبعا البارت الاول خلصناه، ولانه لما تعمل سبميت تاخذ البريك ما حتقدر تراجعهم الاسئله. فانا رجعت الاسئله اللي تبعت الجزء الثاني بعد البريك، ممكن 15 سؤال او اكثر ما بعرف كم اللي كنت حاطط عليهم فلاج، بس كنت مرهق يعني وتعبت يعني لدرجه انه انا لما بلشت اراجعهم اول سؤال الثاني الخامس بعد هيك صرت انا اعمل كلير للفلاج بدون ما اقدر احل. ممكن في ثلاث او خمس اسئله مش متذكر العدد يعني بين ثلاثه والخمسه
ما راجعتهم خلاص عملت سبمت ومعني حط عليهم فلاج وما كملت لاني كنت وصلت للواحد لمرحله الاشباع انه يعني يس. بس بدي اطلع من هون صحيح. فهذا ممكن الواحد كان مستعجل بالامتحان انه يعني انا ما كنت مستعجل اسابق الوقت لانه يعني كنت مباشره كل ما احل سؤال او سؤالين او مجموعه عيني على التايمر مراقبه وحكيت لك هاي مش اول خبره امتحانات الاونلاين فبعرف فيها بس انه ارهقت يعني السؤال عم باخذ مني مجهود بالتفكير بوقت قليل واحل فلا بصراحه الشخص لازم يعطي وقت مناسب لكل سؤال حتى لو حله ممكن كل خمس او مجموعه 10 اسئله خليه 29 سؤال ياخذ بريك لو دقيقه يعني ياخذ نفس ما في داعي ورا بعضه ما شاء في الله. وقت يعني صراحه امتحان وقته كفايه تمام. فانت بتشوف انه فير الوقت اللي معطي للاسئله صحيح. اذا الواحد يعني محضر بشكل جيد بعد ما رجعت وخلصت وحكيت لك انهكت وعملت سبمت كان ضايل معي شيء 40 دقيقه فما يعني اكثر من 40 دقيقه كان ضايل معي بالوقت وعملت سبمت وخلصت. نعم. فبالتالي يعني الحمد لله انت ما واجهت مشكله مع الوقت. صحيح. ويعني حسيت انه ما كان هو الفاكتور الاصعب يعني بالاختبار. لا ما كان ما كان تشالنج بالنسبه لي يعني الحمد لله. ممتاز جدا الحمد لله. كيف الشعور لما الواحد يعني يعمل سبميت وتطلع هيك الكونجراتوليشن؟ والله انا حكيت لك انا عملت سبميت ما طلع الريزلت. انا عملت سبميت اعطاني انه حتطلع فروم 1 تو 3 دايز وركينج دايز النتيجه. والله فمباشرة يس قمت على الكمبيوتر وصليت المغرب وحتى اجت زوجتي وبناتي ايش يعني شو بشرت ما طلعت يعني حتى هم يعني احبطوا انه كل هالتعب نشوف النتيجة صح بدنا نطمن ولكن انه مباشرة يعني بعد ما خلصت وشغلت على الجهاز دخلت على بيرسون طلعت لي انه في ريبورت دخلت على الريبورت باس هلا انا ما شفت غير كلمة باس فلو شفت كلمة فاس يعني بصراحة كان شعور رائع يعني واحد انه المجهود هذا ما نعم. راح سد الحمد لله نعم. وبعدها طبعا بعد شفت فاس وهنوني وباركوا لي الاهل بلشت ادخل بالتفاصيل وين شفت وين ما شفت كذا وشوية غسلت فوت ضرب دش يعني بعد الهدك اللي كان موجود او المجهود اخذت دش وشاور واخذتهم بعدها وقلت لهم نطلع نتعشى نحتفل ما شاء الله طبعا. ممتاز ممتاز مناسبة رائعة للاحتفال صحيح وأنا بحتفل بعثت لك المسج حكيت لك أستاذ أحمد شكرا جزيلا ومجهود يعني الله يسعدك الله يسعدك مجهودك ويعني شو بسموها هاي توفيق رب العالمين أكيد الحمد لله. لكل مجتهد النصيب يعني أنتو بس مهندس يعني حضرتك من أيام الكورس كنت من المجتهدين وكنت تهتم وتسأل وتابع يعني وتحل الهوم ووركس اي ثينك يس نعم وطبعا مشكورين جدا كمان لجنه ارتباط المهندسين الاردنيين بالرياض اللي يعني نظموا هذاك التريننج صراحه فعلا كان منظم جدا وكان يعني مجهود يشكروا عليه نعم صحيح فعلا فيعني الحمد لله كانت الظروف مواتيه زي ما تفضلت ويعني من جد وجد زي ما بحكوا كمان الحمد لله الحمد لله. كيف التلقي الخبر بالشغل وان شاء الله يعني انه انت حصلت على المردود اللي كنت متوقعه من البي ام بي؟ هلا حقيقه يعني انا لما توجهت للامتحان وقدمت الامتحان انا ما كنت يعني عامل افصاح للجميع على موضوع الامتحان بصراحه يعني الواحد مستنى نعم يعني انه يعني يوصل بنتيجه يخبرهم على الجاهز صحيح لما تطلع النتيجه يعني ما في داعي يعني واحد ما بحاول انه ما يتفشل يعني واعطي شيء طبعا يمكن خطا او صح ما بعرف كل واحد شخصيته فعليا لما طلعت نتيجتي مباشره ثاني يوم بلغت مديري يعني التقيت انا وياه كان عندي موعد معه وفرجيته انه تفاجأ هو يعني انه خلال هاي الظروف خلال الفتره الحاليه بدات حجم العمل الموجود يعني ما شاء الله عملت البي ام بي يس الحمد لله ربنا يسر الامور ووفقنا برافو برافو ممتاز جدا فبالتالي يعني انت على الاقل هيك حققت هدف بالكارير باث تبعك باتجاه اداره المشاريع وزي ما تفضلت حضرتك تشتغل بالبي ام او فيعني تعتبر زي كأنها requirement على الناس اللي بيشتغلوا بالبي ام او صحيح it's a must يعني بصراحة شخص شغال لازم يكون في عنده مرجعية لازم يكون في عنده ستاندرد يشتغل عليه ممتاز جدا
فالحمد لله يعني هذا هدف مهني انت اوريدي حققته خلال 2020، الحمد لله. يعني الحمد لله هذا انجاز صراحه. بتحب نصيحه ما تذكرها ل في عندك اي نصيحه بتحب تحكيها للشباب؟ بس انه يعني صراحة يعني هلا النصائح يعني ما شاء الله الشباب يعني زملائنا كلهم خبرات وعندهم معلومات ممكن هم ينصحونا فيها مش احنا ننصحهم، ولكن انا كشخص يعني قدمت للبي ام بي، اذا شخص لسه ما قدم او متجه باتجاهه، يعني انا شفت اكثر من كيس سواء معي زملاء او اصدقاء توجهوا على موضوع البي ام بي من خلال منصات او من خلال مواقع او اشخاص ممكن يوصلك للشهاده within يعني شورت تايم فريم او شورت بيريد اوف تايم. في ناس انا تفاجأت انه خلال 28 يوم من لما بدا لحد ما حصل الشهاده. فانا لما التقيت معه سالته بيحكي لي انا بهمني كرنتلي الشهاده وبعدها بفكر بموضوع النولج اني انا اتعلمها. طبعا ما في شخص حياخذ شيء حصل التارجت تبعه وبعدها حيرجع يقرا، فانا ما بحس انه هذا الشيء صحيح. بالعكس انا بنصح اي شخص انه يتوجه للموضوع العلمي على الاقل at least one time يقرا البين بوك مره على الاقل يكون فاهم شو مكتوب فيه، لانه في كثير معلومات لما تقرا البين بوك مجرد ما قراته لو مره واحده لو سكيمينج وجلست مع شخص عنده اكسبيرينس شخص عنده معرفه حتكتشف انه حتى لغتك انت اختلفت، طريقة محاورتك له اختلفت، لما تناقشه لما تجادله حتكون انت بتحكي عن اشياء طريق يعني الطرح تبعك اختلف، الفاليو تبعت الكلام اختلفت غير عن شخص فقط انه معه شهادة. طبعا شهادة اشي كتير مهم، ممكن في كتير شركات بس بتهتم بموضوع الشهادة تمام، بس الجزء كبير من الشركات او الناس اللي بيفكر فيها بشكل عن جد محترم بيسأل أسئلة إذا ما كنت أنت فاهم الماتيريال اللي عن جد هتحرج فيها. تمام، فبالتالي اللي بتشجع عليه باش مهندس أنه نجمع مع بعض النوليدج والسيرتيفيكيت على أساس أنه كمان السيرتيفيكيت يعني بالنهاية يعني أكيد الإشي كتير مهم السيرتيفيكيت، بس سيرتيفيكيت بدون نوليدج بصراحة يعني it's a waste. خسارة، لأنه أنت بتمثل بالآخر هاي الشهادة وبتمثل الشخص قدام نفسه، يعني ما حيحترم نفسه إذا كان هو عارف أنه هو أخذ الشهادة فقط أنه حل كتير أسئلة وراح حلها تمام وراح على الامتحان، يعني بعد أسبوع أو أسبوعين أو ممكن ماكسيموم 3 أسابيع إذا سأل سؤال ما حيكون متذكر فيه. هذا إشي بصراحة أنا ما بنصح فيه. أنه مش بس الهدف أنك أنت تأخذ الشهادة، الهدف أنك كمان تطبق هاي المفاهيم والبراكتس قلت تفهمها. ممكن ما تطبق، يعني في شركاتنا معظمها ممكن ما تهتم بموضوع التطبيق، بس انت تكون على الاقل فاهم وعارف ليش ما تطبقت. اذا ما طبقت شيء انت عارف شو الصح وعارف انه ما تطبق، بس ما تكون انت بس عباره عن شخص معك شهاده ومو فاهم ليش صارت بالضبط، انه هذا البراكتس ليش بينعمل او ليش احنا صحيح. ما عم نعمله، على الاقل يكون صحيح. قادر انه يفهم هذا الكلام. برافو صراحة، ويعني شو اسمه كان حضورك متميز باش مهندس أثناء الكورس وما شاء الله متميز أثناء قصة النجاح، يعني إن شاء الله يعني المختصر المفيد ما شاء الله. يعني بالنهاية بحب صراحة أنه أشكرك على وقتك اللي أعطتنا إياه، وبالنيابة عن كل الناس اللي راح يشاهدوا هذا الفيديو ويستفيدوا إن شاء الله من قصة النجاح هذه. يا سيدي إن شاء الله إحنا يعني أنا بحكي لك هلا كل شخص ممكن في عنده طريقة أو كل شيخ له طريقته، ولكن فعليا أنا لما اتجهت باتجاه إني أكون فاهم شو بقرأ عارف عن شو الماتيريال تحكي، لما رحت على الامتحان جزء كبير من الأسئلة فعلياً كبير ما كان حينحل معي لو ما أنا ما كنت فاهم الموضوع تمام. هلأ في كتير شغلات ما حرجع على نفس الكلام اللي حكيناه، بس أنا كتير شغلات انتبهت لها أنه الامتحان باللغة العربية أو الكويشن بانك تبع اللغة العربية ممكن أقل تصوري، فعشان هيك ممكن الفريكوانسي تبعت الأسئلة أو تكرارها حيكون عالي، عشان هيك اللي بتلاقي إنه الناس اللي حلت أسئلة لبعض السايت أو بعض المواقع
تكررت معهم الأسئلة. بس هذا ما بيكفي إنك تكون عارف الماتيريال بصراحة، بالذات لما تتوجه على شهادة ثانية أو لما تكون شغال بمكان الناس اللي معك سيرتيفايد. فإذا كان سيرتيفايد بالذات لما حكيت لنا أستاذ أحمد البلو سيرتيفيكيت، هذول الناس ما كان متاح لهم اللي متاح الآن، ففعليا عندهم نوليدج. فلما تيجي تحكي معه أنت معك سيرتيفيكيت ومو فاهم، بصراحة تحرج نفسك أكثر بكثير لو حكيت له أنا ما معي هاي شيء سيرتيفيكيت. فنسأل الله التوفيق للشباب، وإذا أي شيء يعني أول شيء أنت موجود، أنت مدرسة يعني ما شاء الله، الله يسلمك، مرجعية بالنسبة لهم، وإن شاء الله إحنا على تواصل مع الجميع. أي شخص محتاج خبرتي المتواضعة بالامتحان الله إن شاء الله موجودين، ما بتقصر ولا باش مهندس. يعني إحنا أوريدي إن شاء الله حنبث القصة هاي والفيديو هذا المسجل الآن على قناة اليوتيوب، وبالإمكان أي حدا أن يعلق أو يعني يوصلك بالتالي هذا التعليق. فيعني مبسوطين جدا باستضافتك اليوم ووقتك اللي أتحت لنا إياه، وبنهنئك صراحة مرة تانية، وأيضا نشكر كل اللي كانوا واقفين. أكيد يعني العائلة والسبورت تبعهم أكيد نمبر وان، الحمد لله. المهندسين الأردنيين، نقاط المهندسين على تنظيمهم هذا الإيفنت الرائع اللي هو كان التدريب بطريقة منظمة وصراحة بكواليتي عالية. وأيضا صراحة هذا الشهر أوغست كان يعني حافل بدنا نقول بنجاحات مختلفة. يعني هاي اليوم مع البشمهندس هيثم، بشمهندس هاني، ثلاث قصص نجاح هنا، وأيضا خلال 2020 كان حافل بالنجاحات بالأشهر السابقة، بالذات يعني أثناء الإغلاق وهي الفترات. هذا كل شيء بشمهندس، وبدنا نشكرك مرة أخرى على وقتك. أنا أحب أشكرك كمان، الله يعطيك العافية. الله يسعدك. فعليا يعني أنا مو مجاملة، يعني ممكن أنا لو بدي أجامل كان حكيت كلام ثاني. الله يسعدك. الله يعطيك العافية. أنا بالماتيريا لما حطيت الكورس كانت بالنسبة لي يعني فعلا غير اتجاهي كامل بخصوص البي ام بي. أخذت بالنصائح، ممكن أنا ما كنت بسأل كتير بالكورس أني أسألك كيف أدرس، بس أنا سألت مرة واحدة وأخذت نصيحتك فيها. أنا سألتك إيش أعمال، حكيت توجه على البيم بوك، توجه على الريتا، حاول أقرأ سكشن باي أو تشابتر باي تشابتر، وفعلا أنا أخذت فيها هاي النصيحة وقتها، والحمد لله ربنا وفقنا والله يعطيك العافية. وعلى الأقل كنت معنا سبورت أنت طول الوقت الماضي، فكنا إذا واجه أي سؤال أو أي شيء بدنا نرجع له متأكدين، حتى لو ما سألنا متأكدين أنك موجود وحنرجع لك فيه إن شاء الله. أكيد هذا واجبنا بشمهندس، وما شاء الله عنكم يعني كلاس برفع الرأس، ويعني ما بانتظار الجميع أن يستمر الاختبار إن شاء الله. يا رب الله يعطيك العافية، وشكرا جزيلا على وقتك. بعرف أنه يعني هيك تعدينا شوي على وقت النوم إحنا. لا الله يعطيك العافية. تمام الله يسلمك. يعطيك العافية وتصبح على خير. شكرا. الله يعطيك العافية. إن شاء الله نراك في يعني نجاحات أخرى وأخرى إن شاء الله. إن شاء الله. الله يعطيك العافية. تصبحون على خير جميعا. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا.